تبان يشاركوا في كامل شهر رمضان، وحنا جينا اليوم نجازيهم ونكافيهم ونوري لهم باللي كاينين جينيراسيون راهي جايه ان شاء الله فيها خير. وهذا هو العمل التطوعي والعمل الانساني. خدمنا غزه في نهايه شهر رمضان وبعثنا وصل حتى 450 طن، وكان العمل مع الهلال الاحمر المصري والهلال الاحمر الفلسطيني، وحنا كنا درنا 8 دفعات تكريم اكثر من